السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبع يومي مهاجر من داخل وخارج المغرب، القدر ان الخروج يعني الناس مازال دايره الكمامة ومسافة الامان تاع الشميط، يعني ما كانش خروج كبير. غتبقاو معنا غادي تشوفوا الفيديو. هي مسافة الأمل اللي دايرينها ما بين الطابلة والطابلة، هاهي اللي كاين ديك الدو متر. We'll be right back.